جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع من الكتب المعروفة لابن طاووس المتوفى سنة 664 وأربعة للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الآفاق إنها الطبعة الأولى دعاء مفصل مروي عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه يبدأ من صفحة 311 الدعاء طويل أذهب إلى موطن الحاجة من هذا الدعاء صفحة 313 الدعاء من أدعية الفرج من الأدعية التي ترتبط مضامينها بقائم آل محمد صلوات الله عليه في شؤون غيبته وشؤون ظهوره مما جاء في هذا الدعاء اللهم وصلي على ولاة عهوده وبلغهم آمالهم وزد في آجالهم وانصرهم وتمم لهم ما اسندت اليهم من امر دينك واجعلنا لهم اعوانا وعلى دينك انصارا. هذا العنوان مر علينا في الحلقه الماضيه في صلاة ابي الحسن الضراب. وفي دعاء مروي عن امامنا الرضا قرات ذلك عليكم من مفاتيح الجنان وبينت لكم من ان ولاه العهود هذا العنوان لا علاقه له بالمهديين الذين يشرحون هذا العنوان بالمهديين الاثني عشر لا فقه عندهم لا يفقهون كلام العترة الطاهرة المراد من هذا المصطلح من ولي العهد هو الذي اصدر الامام الحجة صلوات الله عليه قرارا بتنصيبه في حكومه على الناس في شان من شؤون الولايه والاداره صدر القرار بتعيينه واعطاه الامام القانون الذي يعمل به وهو العهد يقال له ولي العهد من انه مسؤول عن هذا القانون الذي يريد الامام منه ان يعمل به وذكرت لكم مثالا انه عهد امير المؤمنين لمالك الاشتر هذا مثال معروف ومعروف جدا نحن هكذا نقرا في الروايات والاحاديث ومر هذا الحديث علينا في الحلقات المتقدمة أنني أقرأ عليكم من غيبة النعماني للنعماني المتوفى سنة 360 للهجرة وهذه طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قم المقدسة في الصفحة الرابعة والثلاثين بعد الثلاثمائة إنه الحديث الثامن بسنده بسند النعماني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا يقول عهدك في كفك في زمانه أمير المؤمنين أمير المؤمنين كان يكتب العهود على الورق كان يكتب العهود على الجلد على ما كانوا يكتبون عليه لكن في زمن القائم فان الامر سيكون مختلفا جدا اذا قام القائم بعث في اقاليم الارض في كل اقليم رجلا يقول عهدك في كفك فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك واعمل بما فيها وحدثتكم عن هذه التقنية الفائقة فيما مر من حلقات هذا البرنامج هذا الذي يقال له هذا هذا ولي العهد هذا عنده عهد من الامام وهو مسؤول عنه هو الذي يتولى امر هذا العهد فهؤلاء هم ولاه العهود انهم وزراؤه انهم عماله انهم موظفوه انهم الذين يعينهم ايام حياته ايام حكومته لاداره شؤون البلاد والعباد هؤلاء هم ولاه العهود فهذه الادعيه لا تتحدث عن المهديين وانما تتحدث عن انصار الامام واعوانه الذين نصبهم في مقامات حكوميه معينه واوكل اليهم من الامور ما اوكل اليهم اللهم وصل على ولاة عهوده، وبلغهم امالهم، وزد في اجالهم، وانصرهم، وتمم لهم ما اسندت اليهم من امر دينك، واجعلنا لهم اعوانا، وعلى دينك انصارا، وصل على ابائه. هنا ستكون الصلاه على الائمه الاصل. ولا ذكر للأئمة المهديين في هذا الدعاء وصلي على آبائه الطاهرين الأئمة الراشدين اللهم فإنهم معادن كلماتك وخزان علمك وولاة أمرك وخالصتك من عبادك وخيارتك من خلقك وأوليائك وسلائل أوليائك وصفوتك وأولاد أصفيائك صلواتك ورحمتك وبركاتك عليهم أجمعين هذه الكلمات بخصوص الأئمة المعصومين الأصل الذين امامتهم حقيقية وغيرهم من الانبياء والمرسلين والوصيين في سائر الديانات المتقدمة وفي سائر ما سيكون وسياتي فان امامتهم مجازية بالقياس إلى إمامة محمد وآل محمد لأن إمامتهم فرعية وأحاديثنا صريحة وواضحة ما من نبي بعث إلا وقد بعث بنبوة وولاية محمد وآل محمد هذا الموضوع من بديهيات ثقافة العترة الطاهرة كامل الزيارات لابن قولويه القمي المتوفى سنة 368 للهجرة وهذه طبعة مكتبة صدوق طهران ايران انه الباب الثامن في الصفحة السادسة والعشرين الحديث الحادي عشر بسنده بسند ابن قولويه عن ابي بكر الحضرمي وهذا الرجل يروي عن الباقري ويروي عن الصادق ايضا قال: قلت له قال للامام الباقري او للامام الصادق قال للمعصوم صلوات الله عليه لأن السند جاء مترددا بين الصادق او الباقر حتما هذا التردد من قبل الرواة الذين نقلوا عن الحضرمي عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله او عن ابي جعفر الحديث حديثهم حديث ابي حديث جدي وحديث جدي حديث امير المؤمنين وحديث امير المؤمنين حديث رسول الله وحديث رسول الله هو حديث الله سبحانه وتعالى انه ما ينطق عن الهوى فكل حرف من حروفه هي من حروف الله سبحانه وتعالى ما ينطق عن الهوى. أبو بكر الحضرمي يسأل الإمام صلوات الله عليه أي بقاع الأرض أفضل بعد حرم الله عز وجل يشير إلى مكة وحرم رسوله صلى الله عليه واله يشير الى المدينه فقال الامام الكوفه الكوفه يا ابا بكر انه ابو بكر الحضرمي الكوفه يا ابا بكر هي الزكيه الطاهره فيها قبور النبيين المرسلين هناك مدفون ابونا ادم في النجف الكوفه هي النجف وهناك مدفون ابونا نوح ايضا انه ابونا الثاني ابو البشريه الثاني الا تسلمون يا معاشر الشيعه حينما تزورون امير المؤمنين في النجف تسلمون على سيد الاوصياء وتقولون له السلام عليك وعلى ضجيعيك ادم ونوح وعلى جاريك هود وصالح هذه هي الكوفه فيها قبور النبيين المرسلين وقبور غير المرسلين فالانبياء منهم مرسلون ومنهم غير مرسلين فقال الكوفة يا ابا بكر انه ابو بكر الحضرمي هي الزكية الطاهرة فيها قبور النبيين المرسلين وقبور غير المرسلين والاوصياء الصادقين وفيها مسجد سهيل الذي نعرفه بمسجد السهلة مسجد السهلة هو مسجد سهيل وفيها مسجد سهيل الذي لم يبعث الله نبيا الا وقد صلى فيه ومنها من الكوفة من الكوفة يظهر عدل الله لانها عاصمة قائم آل محمد انها عاصمة الكون عاصمة الكون لأن دولة قائم اهل محمد هي دولة الكون ما هي بدولة الارض هي الدولة التي ستمازج ما بين عوالم الغيب وعوالم الشهاده ومر الكلام في هذا الموضوع في تفاصيل الحلقات المتقدمه ومنها يظهر عدل الله وفيها يكون قائمه والقوام من بعده القوام من بعده ائمتنا المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين هؤلاء هم القوام من بعده وفيها يكون قائمه والقوام من بعده الذين يفهمون هذا التعبير بخصوص ال مهديين الاثني عشر يسيئون فهمه لان الاصل بعد قائم ال محمد هو الحسين العناوين البقيه ستكون منطويه في افنيه الحسين وفيها يكون قائمه والقوام من بعده انها الرجعه الكبرى وهي منازل النبيين الحديث عن الكوفه وهي منازل النبيين والاوصياء والصالحين اعتقد ان صوره صارت واضحه ومع ذلك فانني ساضيف ما اضيف من التوضيحات غيبه الطوس انه محمد ابن الحسن الطوسي المتوفى سنه اربعمئه للهجره مؤسس المذهب الطوسي سنه اربعمئه وثمانيه انه شيخ الطائفه شيخ الطائفه الطوسيه هذا ما اعتقده واثبته بالادله والوثائق والحقائق غيبه الطوسي انها طبعه مؤسسه الاعلامي بيروت لبنان في الصفحة الثامنة والأربعين بعد المئة بسنده بسند الطوسي عن الحسن ابن علي الخزاز قال دخل علي بن أبي حمزة هذا الذي قال له إمامنا الكاظم من أنك حمارٌ أنت وأتباعك أشباه الحمير هذا هو الذي أسس الدين الواقفي اللعين على أي حالٍ وبالمناسبة هذا ابن أبي حمزة البطائني كان تلميذا عند أبي بصير وهو الذي كان يقود أبا بصير إلى بيت الامام الصادق صلوات الله عليه لان ابا بصير كان ضريرا دخل علي بن ابي حمزه على ابي الحسن الرضا صلوات الله عليه فقال له انت امام لأن البطائنية هذا كان ينكر إمامة الإمام الرضا مع أنه كان من مراجع الشيعة زمن إمامنا الكاظم وكانت أموال الإمام الكاظم عنده الشيعة كانت تسلم الأموال الشرعية للبطائني هذا والذي سرقها بعد استشهاد إمامنا الكاظم وأسس دينا إنه دين الواقفة اللعين حيث تبعه كل اصحاب العمائم وبقوا على دينهم هذا وماتوا قليل منهم رجعوا عوام الشيعه رجعوا الى امامنا الرضا اما اصحاب العمائم فبقوا على دين الضلال هذا وماتوا على ضلالهم وكثير من الرواه الذين انقل لكم احاديثهم هذه الاحاديث تحدثوا بها ايام هداهم ولكنهم بعد ذلك ضلوا ضلوا امامنا الرضا كان يصفهم بانهم كلاب ممطوره والكلاب الممطوره كثيره كثيره في زماننا هذا دخل علي بن ابي حمزه على ابي الحسن الرضا صلوات الله عليه فقال له انت امام؟ قال نعم فقال له اني سمعت جدك جعفر بن محمد يقول انه صادق صلوات الله عليه يقول لا يكون الامام الا وله عقب هذا المصطلح هنا مصطلح خاص بثقافه العتره الطاهره هذا الكلام يدخل في دائره معارض كلامهم حينما تاتي الروايات وتتحدث عن ان الامام لا بد ان يكون له عقب المراد من العقب هنا ان يكون من بعده امام معصوم وليس الحديث عن مطلق النسل اني سمعت جدك جعفر بن محمد يقول لا يكون الامام الا وله عقب تقرا عقب بكسر القاف وتقرأ عقب أيضا بتسكين القاف والقراءتان صحيحتان لا يكون الإمام إلا وله عقب فقال إمامنا الرضا أنسيت يا شيخ أو تناسيت ليس هكذا قال جعفر ليس هكذا قال جعفر الصادق صلوات الله عليه انما قال جعفر: لا يكون الامام الا وله عقب الا الامام الذي يخرج عليه الحسين بن علي فانه لا عقب له لا عقب له لا امامه تكون امامته اصليه من بعده الامام الذي يخرجُ عليه الحسين بن علي هو قائم اهل محمد فان الحسين يخرج في اخر زمانه ليس هكذا قال جعفر انما قال جعفر لا يكون الامام الا وله عقب له ولد يكون اماما من بعده الا الامام الذي يخرج عليه الحسين بن علي فانه لا عقب له لا عقب له لن يكون من ولده من هو امام بعنوان الامامه الاصل ولذا فان المهدي الاول بحسب ما عرفته الاحاديث هو مهدي امامته فرعيه انسيت يا شيخ او تناسيت ليس هكذا قهل جعفر انما قال جعفر لا يكون الامام الا وله عقب الا الامام الذي يخرج عليه الحسين بن علي فانه لا عقب له فقال له صدقت جعلت فداك هكذا سمعت جدك يقول الروايه واضحه وصريحه لا يستطيع البطائني أن ينكر هذه الحقيقة لا شأن لنا بالبطائني إنه عمار مثل ما قال له إمامنا الكاظم قال له يا علي إنه يخاطب البطائنية وكان مرجعا كبيرا في زمانه من مراجع الشيعة أنت وأتباعك أنت وأتباعك أشباه الحمير ذكروا ذكروا الشيعة ذكروهم بالوثيقة الديخية ما أريد أجيب الأسماء واحد قال لي أدى على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة قال توصل اطمئن تركبهم يعني مش أشياء تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارة واحد من الأعلام قبل خمس سنوات قلت وش دار عقولها؟ تركب <applause> يعني خلاقة اهمية شنيل مثل ما تقول خلاقة اهمية شنيل بقول لك بكيف حركة فقرش ديخ بالعربية فقرش <applause> والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما بدي أجيب الأسماء عرفنا قال تركب مثل ما ركبت ناوي قال ديخ لا مو علم اجمالي هذا واقع واقع الشيعه لا اقول واقع الشيعه هذا والله هذا واقع الشيعه أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم، رواية مهمة جدا هذه الرواية الحسن بن علي الخزاز يقول دخل البطائني على امامنا الرضا صلوات الله عليه فقال له انت امام لماذا يسال الامام الرضا لان الامام الجواد وهو الامام من بعد امامنا الرضا هو ابن الرضا لم يولد الا في السنوات الاخيره من حياه امامنا الرضا لهذا السبب كانت الواقفه اللعينه تثير هذا الاشكال من ان الامام الرضا ليس بامام فمن هو الامام من بعده البطائني يقول للامام الرضا أنت إمام؟ هناك العديد من المطالب ترتبط بهذه الرواية لكنني لا أجد مجالاً كي أخوض في كل صغيرة وكبيرة بخصوصها وإنما سأسلط الضوء على ما يرتبط بموضوعنا بموضوع المهديين الاثني عشر فقال له أنت إمام؟ قال نعم فقال له: اني سمعت جدك جعفر بن محمد صلوات الله عليهما يقول: لا يكون الامام الا وله عقب فقال انسيت يا شيخ او تناسيت ليس هكذا قال جعفر انما قال جعفر لا يكون الامام الا وله عقب الا الامام الذي يخرج عليه الحسين بن علي فإنه لا عقب له لا عقب له لا يعني أنه لا يولد له ولد وإنما لا يكون من أولاده إمام إمامته إمامة أصلية كإمامة أبي إلا الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي فإنه لا عقب له فقال له صدقت جعلت فداك هكذا سمعت جدك يقول في المصدر نفسه في الصفحة الثالثة والثلاثين بعد المئة بسنده بسند الطوسي عن الحسين ابن ثوير ابن أبي فاخته عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا تعود الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين وإنما ستكون في الأبناء لا تعود الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين ولا تكون بعد علي بن الحسين الا في الاعقاب واعقاب الاعقاب وهذه قاعده من قواعد عقيدتنا في الامامه فان الامامه بهذه التفاصيل هي التي نعتقدها لا تعود الامامه في اخوين بعد الحسن والحسين ولا تكون بعد علي بن الحسين الا في الاعقاب واعقاب الاعقاب ومن هنا قلت لكم من ان الامام الاصل يكون له عقب الا قائم ال محمد صلوات الله وسلامه عليه المراد من العقب هنا الامام المعصوم الاصل الذي ياتي بعد ابيه مثلما تقول هذه القاعده ولا تكون لا تكون الامامه بعد علي بن الحسين الا في الاعقاب واعقاب الاعقاب وما جاء في المصدر نفسه ايضا في الصفحه السابعه والاربعين بعد المئه بسنده بسند الطوسي عن عقبة بن جعفر قال: قلت لأبي الحسن لأبي الحسن الرضا انه إمامنا الثامن في سلسلة الأئمة المعصومين الاثني عشر وهو العاشر في سلسلة الأئمة المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليه قلت لأبي الحسن قد بلغت ما بلغت وليس لك ولد لأن ولادة إمامنا الجواد تأخرت قلت لأبي الحسن قد بلغت ما بلغت وليس لك ولد فقال يا عقبة بن جعفر إن صاحب هذا الأمر يعني الإمام المعصوم لا يموت حتى يرى ولده من بعده، الحديث هنا عن الامام المعصوم الذي ياتي من بعده وليس الحديث عن سائر الاولاد والابناء. فعقبه بن جعفر يقول للامام الرضا: قد بلغت ما بلغت وليس لك ولد. انه يتحدث عن امام معصوم ياتي من بعده. لان الامام الرضا هو الثامن في سلسله الائمه المعصومين الاثني عشر فمن هو التاسع لا بد ان يكون من الامام الرضا لان الامامه من بعد علي بن الحسين تكون في الاعقاب واعقاب الاعقاب هذا الامر يتوقف عند امام زماننا مثل ما مر في الروايه قبل قليل من ان قائم ال محمد لا عقب له لا يعني انه ليس له اولاد فان المهدي الاول هو ولده لكنه ليس اماما اصلا امامتهم فرعيه امامه المهديين الاثني عشر امامه فرعيه يا عقبه بن جعفر ان صاحب هذا الامر لا يموت حتى يرى ولده من بعده وولد بعد ذلك امامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه وتفرعت الامامه حتى وصلت الى الامام الثاني عشر الى قائم ال محمد الحجه بن الحسن العسكري الى امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أعتقد أن الصورة صارت واضحة بعد هذه التغطية الشاملة لما جاء في النصوص المعصومية الخلاصة الخلاصة المهديون الاثنى عشر مجموعة حقيقية ستكون موجودة بعد وفاة قائم آل محمد. إمامتهم فرعية وإمامتهم الفرعية ليست من شؤون مرحلة الظهور المهدوي ليست من شؤون اليوم الأول من أيام الله إنها من شؤون الرجعة الكبرى من شؤون اليوم الثاني من أيام الله نحن نقرأ في سورة الأنبياء في الآية الثالثة والسبعين بعد البسملة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا الآية تتحدث عن ولد ابراهيم الخليل من ساره وليست من هاجر ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم ائمه هذه الإمامة الإسرائيلية فإبراهيم صار إماما بعد أن صار نبيا مرسلا صار إماما هناك إمامة إسرائيلية وهناك إمامة إسماعيلية الإمامة الأعظم هي الامامه الاسماعيليه التي تتمثل بمحمد الاعظم صلى الله عليه واله. امامه الاسرائيليين امامه فرعيه، هذه امامه اسحاقيه يعقوبيه. وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه وكانوا لنا عابدين. هذه امامه فرعيه. الامامه الاصليه هي الامامه الناسخه لكل امامه، اي امامه عندنا ناسخة لكل امامة انها امامة محمد صلى الله عليه واله هي الناسخة لكل امامة وكل امامة تتفرع عن امامته وكل امامة اخذ عليها ما اخذ من العهود والمواثيق ان تكون تابعة للامامه الاعظم لامامه محمد صلى الله عليه واله وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا هذه الامامه منطويه تحت الامامه الاعظم القران هو الذي يخبرنا بذلك الايات صريحه وواضحه وقد مرت علينا في الحلقات المتقدمه من ان الانبياء تؤخذ عليهم العهود والمواثيق في ان يكونوا تابعين لمحمد صلى الله عليه واله ما جاء في الايه الثالثه بعد البسملة من سوره المائده اليوم اكملت لكم دينكم فان الدين منذ زمان ابينا ادم لم يكن كاملا وانما كان في حاله تكامل انما اكمل الدين بمحمد وال محمد اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا هذا الخطاب موجه بالدرجه الاولى الى كل الانبياء والمرسلين قبل ان يكون موجها الي واليكم وهو موجه الى هؤلاء الائمه ايضا وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا وأوحينا اليهم فعل الخيرات الى اخر ما جاء في الايه الكريمه في الايه الرابعه والعشرين بعد البسمله من سوره السجده وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون هذه امامه فرعيه ايضا فلنقرا الايه التي قبلها ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكن في مريه من لقائه وجعلناه هدى لبني اسرائيل وجعلنا منهم من بني اسرائيل ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون امامتهم جاء عيسى فنسخها حينما اقول نسخ امامتهم نسخ احكامهم ونسخ دينهم فأين فعلية إمامتهم؟ جاء عيسى فنسخها. الإمامة الناسخة لكل إمامة والمهيمنة على كل إمامة هي إمامة محمد الأعظم صلى الله عليه وآله فكل إمامة من قبله وكل إمامة من بعده هي إمامة فرعية. إمامة علي وفاطمة وولد فاطمة من المجتبى إلى القائم إمامة أصلية الذي أصلها محمد صلى الله عليه وآله. إمامتهم متفرعة عن إمامته لكنه هو الذي أصلها. فسائر الامامات الاخرى ستكون فرعيه التي سبقته او التي تاتي من بعده ومن هنا فان امامه المهديين امامه فرعيه الائمه الاصل اصل الاصول محمد صلى الله عليه واله وهو الذي أصل الإمامة للأئمة الذين جاءوا من بعده هكذا قال لأمير المؤمنين يا علي أنت أصل الدين والقرآن واضح القرآن واضح في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة إنها آية الغدير ماذا نقرا فيها وهي صريحه جدا وواضحه جدا يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته فاصل الاصول هنا علي لأن الرسالة بكل تفاصيلها تساوي صفرا من دون بيعة الغدير. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الرسالة تشتمل على التوحيد والنبوة والقرآن وسائر تفاصيل الدين، كل ذلك يساوي صفرا من دون بيعة الغدير. هذا هو تأصيل الإمامة لعلي ولفاطمة ولولد علي وفاطمة من قبل رسول الله صلى الله عليه واله، القرآن صريح في هذا الإمامة هنا فرعية في سورة السجدة ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني اسرائيل وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون هذه الامامه وغيرها اين تقع بالقياس الى امامه علي التي تحدثت عنها الايه السابعه والستون بعد البسمله من سوره المائده وان لم تفعل فما بلغت رسالته رساله محمد العظمى تساوي صفرا من دون بيعه الغدير من دون امامه علي فاين نضع امامه الائمه هؤلاء الذين ذكروا في سوره الانبياء او الذين ذكروا في هذه السوره في سوره السجده المعنى يتضح جليا فيما ذكر في سوره الصافات الايه التاسعه والسبعون بعد البسمله والتي بعدها سلام سلام على نوح في العالمين. سلام سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم. فإبراهيم من شيعة نوح هذا صريح القرآن. تدبروا في الآيات سأعيد قراءتها. سلام سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم من شيعة نوح فإبراهيم من شيعة نوح وإبراهيم كان عبدا مخلصا لله وكان معصوما وكان خليلا لله سبحانه وتعالى وكان نبيا وكان مرسلا وصار بعد ذلك اماما لكنه من شيعه نوح فان امامه ابراهيم فرعيه بالقياس الى امامه نوح نحن ماذا نفعل لكي نناقش الذين ينكرون الامامه نستدل بامامه ابراهيم الائمه فعلوا هذا ونحن كذلك نستدل بامامه ابراهيم لاثبات امامه ائمتنا اي ظلم اي ظلم هذا اي ظلم هذا لكن الواقع هو الذي يفرض علينا ان نكون في مقام المداراه لعل الناس يهتدون وهذا هو الذي فعله ائمتنا ونحن نقتدي بسيرتهم فابراهيم امامته فرعيه وهو من شيعه نوح ونوح في رواياتنا وأحاديثنا. في هذا الكتاب الرواية موجودة لا مجال لقراءتها إنه الجزء الثامن من الكاف الشريف. الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. من أن الذي سيشهد لنوح يوم القيامة على نبوته بين يدي الله سبحانه وتعالى حمزه حمزه عم النبي وجعفر الطيار فحمزه وجعفر هما الشاهدان للانبياء كما يقول امامنا الصادق هؤلاء هم شهداء الانبياء نوح نوح هو افضل الانبياء وافضل اولي العزم حين اتحدث عن افضليه نوح بالقياس الى ابراهيم الخليل بالقياس الى موسى الكليم بالقياس الى عيسى المسيح فانه افضل الانبياء اولي العزم نحن حين نسلم عليه في زيارته في النجف نقول له السلام عليك يا شيخ المرسلين هو شيخ المرسلين انني اتحدث عن المرسلين من شيعه محمد صلى الله عليه واله محمد ليس داخلا في الموضوع فنوح هو افضل الانبياء والمرسلين من شيعه محمد صلى الله عليه واله من الذي سيشهد له يوم القيامة؟ حمزة وجعفر. حمزة وجعفر في الأحاديث أيضا. حمزة وجعفر وسائر الشهداء يغبطون قمر بني هاشم، يغبطونه على منزلته العباس ابن امير المؤمنين العباس من شيعه علي العباس من شيعه محمد وال محمد انه من عظماء شيعتهم حمزه وجعفر وسائر الشهداء يغبطون العباس ابن أمير المؤمنين على منزلته فأين منزلة العباس من نوح إذا كان الحمزة وجعفر هما اللذان سيشهدان له بين يدي الله على نبوته هذه أحاديث العترة هذا ما هو كلامي هذا هو منطق العتره الطاهره المهديون الاثنى عشر يكونون جزءا من هذه المنظومه انهم قوم من شيعتنا سيدهم سيدهم الاعلى سيدهم الاعظم هو الحسين الحسين هو الحاكم الاول والاخر وهو الحاكم الظاهر والباطن في المرحله التي سيكون فيها المهديون الاثنى عشر موجودين لا نملك روايات واحاديث من ان المهديين الاثنى عشر سيكونون بأجمعهم في مرحلة الحسين صلوات الله وسلامه عليه لكن أوائلهم قطعًا سيكونون في مرحلة الحسين في الرجعة الكبرى قد يكونون بأجمعهم في مرحلة الحسين صلوات الله عليه وقد يكون بعضهم وهم أوائل المهديين في مرحلة الحسين أما البقية فسيكونون في المراحل القادمة لأئمتنا لمحمد وآل محمد إنهم الأئمة الأصل صلوات الله عليه إنه من عبادنا المؤمنين الحديث عن نوح ثم اغرقنا الاخرين وان من شيعته لابراهيم المهديون الاثنى عشر من شيعه الحسين قوم من شيعتنا صارت الصوره واضحه ام لم تتضح بعد نذهب الى فاصل